هذه حكومة أستاذ الصبار، أستاذ جامعي، أب طالبة بكلية الطب بالرباط. ألوغ اللي بغيت نقول هي أش غادي نقول لك، زعما هذا الشيء ما مفهومش بكل صراحة. هذا الشيء ما مفهومش أشنو باش كيطالبوا هاد الوليدات هادو، باش كيطالبوا أشنو كيطالبوا؟ كيطالبوا بغاو يقراوا، صافي، هذا هو المطلوب. شنو؟ وانا استاذ جامعي وكنأكد لك بان اي اصلاح كيدخل الكليه ما كيمش طلبه اللي ديجا كاينين في الكليه، هذه معروفه. هذه اي اصلاح بغى يبدا كيبدا يقيس الناس اللي عاد غيدخلوا في بروميير اني، فما بالك واحد في التروازيام والكاتريم وحتى السنه الخامسه. واحد الانسان قرا 5 سنين في كليه الطب وكتجي انت اخر دقيقه وكتقول له راك مقيوس بالاصلاح، اي اصلاح كتهضر عليه؟ فينا هما دفاتير الدور البيداغوجيا؟ فينا هما؟ شنو اش غادي نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي بزاف، هادشي يعني احنا دابا اكثر من 7 شهور هادي، يعني واش كاين شي سنه بيضاء بيض من هادي؟ هذا هو السنه البيضاء. كيفاش بغيتي تحل هذا المشكل دابا؟ شنو المطالب ديالنا؟ هي مطالب ديال الطلبه، يعني كون شفنا احنا شي حاجه اللي كتخرج على هذا الاطار ديال المطالب عاديه احنا غندخلو. واش انا غادي نخلي بنتي ولا ولدي يدخل في التخربيق ديال؟ ما كاين لا جهات خارجيه لا سياسه لا والو، هادو مطالب عاديه ما فيهاش. يعني كون كشنا احنا كوالدين شي حاجه احنا ندخلو، احنا خلينا وليداتنا كيدخلوا، راهم كيطلبوا بحوايج اللي عاديين. شنو مطالبين؟ واش المطالب ما معروفينش؟ واش كاين شي مطلب ماشي عادي؟ عباد الله، بغينا نقراو، بغينا نكملوا 7 سنين، ما تقيسولناش لا ريفورم ديالنا دابا. انا سؤال واحد اللي كنوجه للمسؤولين، فين عمر قالوا لنا بانه الدراسه ديال الطب في المغرب ماشي في المستوى؟ ياك ديما كينوهوا بها وديما كيقولوا لنا وليداتنا كيمشيو للخارج والاطباء المغاربه في الخارج راهم متفوقين. ولاش باغي تقيس انت هذا الاصلاح الا كان مزيان؟ واش كنقيسوا شي اصلاح مزيان؟ ياك تب الفرنسان كنقولوا اون توش با اون ايكيب كي غاني، وفرقه كتربح ومزيانه، علاش غنقيسها انا؟ واش غادي نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الاسم نبيه ربيعه، انا ام لطالبين، واحد في السنه الرابعه صيدليه وصيدلي، والثاني في السنه الثانيه من الطب. احنا كنساندوا وليداتنا، هذه 7 شهور وحنا كنساندوا وليداتنا، وكنطلبوا من هذا الحوار، من هذه الحكومه باش تدخل الحوار مع الدراري، ولكن التعنت ديالها خلانا نخرجوا وكرهوا الدراري حتى في القرايه، كرهوا في بزاف الحوايج. وكنطلب من ان هذه الحكومه تدخل مع الحوار بالطلبه وتلقى لهم شي حل في اسرع وقت ممكن، وهذا الشيء اللي كنطلب. والمطالب ديال الطلبه راك عارفينهم كلهم، وكنتمنى بان هذه الوزاره ولا الحكومه ما تبقاش تخرج في الاعلان وكتكذب على الطلبه، لان كل خطره ملي كيخرجوا الاعلان تيكذبوا وكيقولوا داك الشيء اللي ماشي هو صحيح. وكنتمنى بانهم في اقرب اجل يلقاو الطلبه شي نتيجه باش يخرجوا، يرجعوا للدراري للاماكن ديالهم والكليه ديالهم والمستشفيات ديالهم. وشكرا. عبد العزيز بن الحسن، عضو المكتب المركزي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. المهم حنا في الجمعيه مؤيدين الطلبه في المسيرات ديالهم وفي المطالب المشروعه ديالهم، وشحال من مره عطيناهم المقر المركزي لعقد الندوات الصحفيه للتعريف بالمطالب ديالهم المشروعه. وهذه الطلبه 25000 طالب في كليه الطب والصيدله وطب الاسنان في المغرب العموميه، دابا من 16 دجنبر مقاطعين التداريب والدروس النظريه.
والدوله ما ما ما, ما بغاتش تحل المشكل في شخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزاره الصحه، وهذه راه سابقه، وحنا دابا في شهر يوليوز، يعني ما كاين يعني سنه بيضاء او نقدر نسميوها سنه سوداء في قطاع الطب العمومي في المغرب في التكوين. لهذا احنا كجمعيه درنا بزاف البيانات، البلاغات، المكتب المركزي دائما مواكبين معهم، يسمحوا لهم يتظاهروا. والان كاين هذا المنع ديال المسيره السلميه ديال الطلبه اللي هما اللي غادي يداووا المغاربه مستقبلا، خصهم يخليوهم يديروا مسيره سلميه، والدستور كيضمنها، المواثيق الدوليه لحقوق الانسان اللي مصادق عليها المغرب كتضمنها. اذا علاش هاد الحصار هكا في هاد الوجه ديال هادو هما مستقبل المغرب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.